بس نسمع مستشفى الألماني مستشفى الألماني ما شفنا لحد الآن. إحنا نريد من سيادة المحافظ والرقابة يراقبون هذا، أهم شيء هاي المشاريع. الرقابة وين دورها؟ ما كوي دور. الصحة وين دورها؟ الصحة أنتوا هذا المشروع تابع للصحة، وين دوركم أنتوا يا صحة؟ طبعا هذا إذا أعمال وتلكة فساد، ماكو رقابة. لو أكو رادع كان كملوه من زمان. إحنا أهم شيء عندنا المستشفيات، مدينة الموصل نحتاج إلى مستشفيات. هسه المريض يروح الأربيل لإقليم كردستان يتعالج، هنا ماكو. ليش مستشفيات ماكو؟ براسيتول، أبرة أبسط شيء، أبرة ماكو، تروح لازم تشتري خارجي. مستشفى عناية ماكو، نظافة ماكو، هاي كلها ما موجودة. إحنا نريد تركيز الرقابة على أهم شيء الصحة. والله هو هذا صارت بالفعل 4 سنين وكملوا يعني الهيكل كامل، هيكل وكمل واخذوا فلوسه واللي مسؤول عليه ما موجود. هي اعتقد وزارة الصحة، يعني هي وزارة الصحة من عاد تعطي مشروع غير تتابعه مدير الصحة مالنا، غير يتابع المشاريع مالتهم، غير يكملون. يعني هي الفلوس المليارات اللي اخذوها هي اللي مسؤول عليها، ليش ما يتابعون المشاريع؟ يعني هسه انا انطي مشروع الشخص غير اتابعه، اتابع المقاول المنفذ او راقب. ليش احنا هسه المواطن الموصلي من يتمرض يروح على الهند وعلى اربيل وعلى بغداد؟ ليش واحنا مستشفى كامل ومدفوع حقه؟ ايش ما يتابعونه؟ يعني السبب اشنو؟ يعني 100% بينه فساد. يعني احنا بحاجه المستشفيات. هي حتى هذا المستشفى ابن الاثير لحد الان انحال لحد الان ما كملونه، ولحد الان ما حد باشر بينه. صراحه الواقع الصحي بالمدينه متردي جدا. يعني لحد الان احنا من صار لنا على التحرير فتره 5 سنوات، لكن ماكو شيء ملاحظ على واقع الارض من الإعمار المستشفيات. يعني لحد الآن كرفانات أكثر المستشفيات، وكرفانات تعبانها، مو هذيك الكرفانات. الواقع الصحي متردي بالمدينة على العموم. بالنسبة للمستشفى الألماني صار له فترة طويلة، يعني ما أحد، يعني هذاك العمل بطيء جدا، سير الإعمار بينه بطيء، ومستشفى المفروض يكون متكامل، لكن ماكو أي ملاحظة من تقدم الإعمار بينه.